ان كان راجل ولا ان كان ست. بمعنى ان انا لو عايز اتطلق، لو عايز ان انا اطلق مراتي مثلا على اساس في واحده تانية حلوه او واحده تانية بتلف عليا، يبقى نستاهل ان يتعمل حفله، ولكن هي داخلها شيطان فعين الله لا تغفل ولا تنام. في واحده انا اتجوزتها مع الاسف الشديد كانت متطلقه من جوزها، ولما اتطلقت من جوزها عشاني فرحت جدا وزغرطت وعملت حفله وي وي. اتطلقت من جوزها عشانه؟ استنى دي واحده، استاذ محمود عايز يعلق على كلامك يا استاذ محمد، اتفضل. حضرتك اتطلقت من جوزها عشان تتجوز حضرتك؟ اه والله، هو ده بصراحه انا بتكلم بصراحه قدام الساده المشاهدين. بس حضرتك طلقتها اكيد حضرتك لسه معاها لحد دلوقتي؟ لا طبعا. ما انا قلت طلقتها اكيد. اه عين الله لا تغفل ولا تنام. ما انا بالظبط كده يعني واحده كبيره جدا يعني استاذ محمد، واحده اتطلقت يعني من جوزها عشانك عشان تتجوزك، وفي الاخر انت خليت بيها وما اتجوزتهاش. ما هتطلق منه عشان واحد غيره. ما هي الدنيا انا ما خليتش بيها، هي اللي خلت بنفسها. هي اصلا ما كانش عندها امان في الاولاني، هيبقى عندها امان في الثاني. بالظبط. يعني هي ما اتطلقتش من جوزها بقى عشانك. هي بتقول لك ما بقى يعني علشان انها تتجوزني. ايوه انت بقى خليه استاذ محمد، خلينا بقى امنا وصرحه مع بعض. في واحده هتتطلق من جوزها ويتم الطلاق وتحتفل بالطلاق من غير ما تكون واخده منك وعد كلمه حتى ان انت هتتجوزها؟ لا يجوز شرعا هذا الكلام اللي بيقوله. انت وعدتها ولا لا يا استاذ محمد؟ ماشي اقسم لك بالله الكلام ده حصل. وعدتها؟ وعدت فصدقت. غلط حضرتك اللي انت عملته ده غلط. ده لا احد يخطب على خطبه اخيه، مش ياخد مرات. يعني انت خربت بيت. بص هيك دلوقتي بيتكلم بالدين وفي نفس الوقت. بس اوضح المعلومه الله يبارك لكم. دلوقتي هي قالت لي بعد ما اتطلقت من جوزها، طلاقي بالنسبه لك انت بقى موت. قلت لها والله انا اتطلقت في حاله واحده، ان اتصلت بالزوجه الاولى او جت في يوم من الايام الزوجه الاولى شافتك. الزوجه الاولى شافتها بعد 21 يوم الساعه 6 الصبح، الساعة 6 المغرب كانت متطلقة. وشكرا وشكر الله في عيونك. يعني انت اتجوزتها؟ ايوه اتجوزتها. اه وطلقتها عشان مراتك الاولانية عرفت؟ اه طبعا. واللي ملوش خير في مراته الاولانية مش هيبقى له خير في الثانية. انت اتجوزتها يعني؟ ده كلامك متناقض جدا يا استاذ محمد. انا بشكرك جدا. انا بشكرك جدا جدا. بس يا جماعة برضو يعني التناقض شوية، يعني فكرة ان انا اتجوز واحده وهي متطلقه علشاني، وبعد كده اطلقها عشان مراتي الاولانيه عرفت من منطلق ان ده عرفان بالجميل. شايف ده عرفان بالجميل للزوجه الاولى؟ لا جميل ايه بقى، ما هو بوظ الدنيا في الاول. ما هو مش عايز يضايقها، اتجوز من وراها. لا هو بيقول لك بوظ الدنيا من الاول. هو قال كون ان هو بيقول لك ان هي اتطلقت عشاني، واخد بال حضرتك؟ ده كلام ما لا يجوز، يعني لا يجوز قوله حتى. بس بيحصل. انا ما اعرفش. لا في ارض الواقع بيحصل. ما اعرفش. ولو يحصل واحده تطلق من واحد عشان واحد، ده قله ادب وسفاله يعني، وانحطاط اخلاقي.